اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به. فصلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبنا يا رسول الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، حيث يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، وأن يختم لنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. آمين آمين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، الإنسان بطبعه أسير معتقداته وأوهامه وأسير بيئته. إن لم يخرج من بوتقة الأسر التي يضع نفسه فيها أحيانا توهما، فإن هذا يؤدي به إلى الهلاك، الهلاك المعنوي والهلاك المادي. أتبادل أطراف الحديث معكم اليوم في موضوع المظلومية، إذ أن دليل الإفلاس أحيانا الفكري والاجتماعي والعلمي والمادي أن يبدأ الإنسان يتهم المجتمع بظلمه، ويتهم المحيط له أنه قد أكل حقه وأنه ممتهن، وبالتالي هذا يؤدي إلى خيارين: إما أن يعتزل اعتزالا سلميا للمجتمع، وإما أن يعتزل اعتزالا غير سلمي للمجتمع، ويبدأ يحيك الخطط ويحيك الأفكار كي ينتقم من بيئته ومن مجتمعه، وبالتالي يغني هذه الموسيقى موسيقى المظلومية، وأنني مظلوم ولا بد أن أعطى حقي بفرض الأمر الواقع. وحقيقة هذا الأمر تاريخي، عرفناه في التاريخ القديم ونعرفه في التاريخ المعاصر والحديث. وللأسف الشديد فإن البعض يذهب إلى آيات قرآنية ويستدل بها على ما تسول له النفس: يا أنا مظلوم، وأنا لابد أن أعتزل الناس، وهذا مجتمع كافر، وهذا مجتمع لا يجوز العيش فيه، ولا بد من حمل السلاح ضده، أو الانعزال الكامل والتام عن المجتمعات. حقيقة هذا الكلام كلام غير منطقي وغير واقعي، وستناول اليوم بعض الأدلة. الآيات القرآنية التي يستدل بها بعض هؤلاء الناس قالوا: الله سبحانه وتعالى يقول في قصة إبراهيم عليه السلام، قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. قال: هاي ربنا عز وجل لما اعتزل إبراهيم المجتمع كان في بركات في هذا الاعتزال، أن وهبه الله الولد. لو بقي إبراهيم في المجتمع الكافر، في مجتمعه، ما قال كافر، في مجتمعه، لكان بقي في الظلم الذي وقع عليه ولم تأتي هذه البركات الربانية. أيضا قالوا موسى عليه السلام قال: وأعتزلكم وما فإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، فإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وقالوا أيضا: يا أخي النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعتزل مكة وكان يذهب إلى الجبال وإلى غار حراء، يذهب ويتحنث ويتفكر. إذا هذه أدلة، إذا كان المجتمع غير، يعني أنا شاعر بمظلومية في المجتمع، فلا بد أن أعتزل الناس وأذهب لأعيش وحدي، أو
أبدأ أنقب عن المجتمع وأدبر المجتمع وما إلى ذلك من أشياء وأشياء. وحقيقة هذه الأدلة التي ساقها هذا الفريق ليست في محل النزاع، إذ أن الكلام هنا ليس في المجتمع المسلم، هذا كلام مجتمع مشرك، مجتمع كافر مع مؤمن. إبراهيم لما قال لقومه اعتزلهم وما يعبدون، ماذا كانوا يعبدون؟ كانوا يعبدون الأصنام. يعني هذا الاستدلال استدلال مغلوط. موسى عليه السلام فإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، لم تؤمنوا بديني وبالتوحيد أنا معتزلكم، أنتم معتزلين، وهكذا. إذن أحيانا يا إخوة الجهل، الجهل بالدين يؤدي أن يضحك عليه شخص أو مجموعة أو تيار أو تنظيم فيغسل الدماغ، فأبدأ أنا أشعر فعلا أنا معي حق، هذا المجتمع اللي حوالي مجتمع ظالمني، ولابد أن أنا أنتقم لنفسي وأنتقم للفكرة. أي فكرة؟ الفكرة التي أنا غذيتها لنفسي أني أنا مظلوم. وحقيقة في علم الإدارة، الإدارة الإنسانية وعلم البرمجة اللغوية العصبية، كل هذا أوهام ودليل الإفلاس. أي إفلاس؟ إفلاس الفكري، إفلاس الاجتماعي، إفلاس العاطفي. أحيانا أنت تفشل فتبرر فشلك أنك مظلوم. لا، أنا بدي أعطيك، إذا بدك دليل أنا بدي أعطيك. كم سنة، كم سنة عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجتمع قريش؟ كم سنة وهو نبي؟ 13 عاما. كان مظلوم ولا ما كانش مظلوم؟ كشخص وقع عليه الظلم، وقع عليه الظلم. هل طلب العزلة وبدأ يحارب المجتمع من داخله؟ لا والله. وأعطيك مثال أيضا، قبل ما يكون نبي كان شاعر من المجتمع في انحلال، كان شاعر لكن ما ترك المجتمع، بالعكس. شو كان يقول عن النبي الصادق الأمين؟ كانوا يضعون أموالهم في منزله. تخيل، يعني علاقاته حتكون مع مين؟ مع رجال المال ورجال الأعمال اللي عندهم فلوس، يأتمنون النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبي على أموالهم. إذا قضية المظلومية حقيقة أخذت بعدا كبيرا، حتى مع آل البيت أخذت بعدا كبيرا، استثمر استثمار سلبي أدى إلى ويلات على المجتمعات المسلمة. والمجتمعات العربية اليوم تريد أن تكرر الموضوع. لا، المنطق الإنساني يقول إذا كنت تشعر أنك مظلوم حارب سلميا، حارب بطريقة سلمية، لأنك أنت في مجتمع أولاد عمك، أنت في مجتمع أولاد عمك، أولاد خالك، أولاد خالتك. أن تخرج على المجتمع بطريقة طريقة المنازعة مش معقول، مش معقول. لكن تعال اقنع، اعمل، اثبت لي انك ناجح حتى تكون لي ماذا؟ قدوة. اما سهل جدا يا اخوة، قريش، قريش وقفت بوجه النبي صلى الله عليه وسلم وقوف عسكري، دليل الضعف العلمي، دليل الضعف الحججي البرهاني. هو ما قالوا ما بدي اقاتلكم حتى بدر، حتى بدر. يعني أنا بدأ بدر، هل كانت بدر هجوم من المسلمين على الكفار؟ لا والله. قريش أخذت أموال المسلمين المهاجرين، أخذت الأموال فأرادوا أن يستردوا ما أخذ منهم، العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. أحد هم الذين جاءوا، الخندق هم الذين جاءوا، صلح الحديبية ذهبوا ليعتمروا ليحجوا، ما ذهبوا مقاتلين فمنعوا. فتح مكة كان بعد أن كسرت الاتفاقية. إذا الشعور بالمظلومية لابد أن ينتهي في مجتمعاتنا العربية، حتى ننهض بأنفسنا نهوض حضاري، نهوض علمي. أنا بدي يكون الإنسان نموذج يحتذى به. انجح يا أخي، انجح في التجارة، انجح في الزراعة، انجح في الصناعة، انجح في التعليم، وقدم النموذج للطرف الآخر. شفتوا؟ هاي طريقكم غلط وطريقي أنا صح في الدليل النتائج. لذلك دائما نقول الأمور بمآلاتها، الأمور بالمآلات بالنتائج. الناس لا يمكن أن تتعاطف مع الإنسان الفاشل، لا يمكن.
وبالتالي موضوع الاعتزال ليس بالمعنى العقائدي، لا أتكلم عن المعتزلة واصل ابن عطاء، لا أتكلم عن منهج اعتزال المجتمعات. بدي أعيش لحالي لأني أنا شايف في المجتمعات مثلا منحلة أخلاقيا، بدي أعيش لحالي، بدي أنفصل عن الناس. مش صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لكن بدك تكون حكيم، يعني التعامل مع البشر بده حكمة. هذه الحكمة لا يمكن أن تأتي من خلال العزلة، لابد أن تختلط بالناس، أن تتعلم وأن تعلم. وبالتالي هذه الآيات التي تستدل بها ليست في محل النزاع. هذا مجتمع نبي مع مجتمع كافر يعبد أصنام. إيش الضرورة تكون مع هذا المجتمع؟ تخرج من أجل الدعوة، أنت تثير في ذهنه شيء. لماذا يتركنا؟ لماذا ينتقدنا في شيء غلط؟ ولم يهاجم المجتمع هجوم بالسلاح. إذن مشكلتنا الاستدلال، وهذا الاستدلال ليس حكر على أحد ولكنه حكر على اللغة. جميل أن نحتكم اللغة، اللغة حكم عادل بيني وبينك. لماذا يختار الله عز وجل اللغة العربية للقرآن؟ لأنها مشتركة بين كل الذين يعرفون العربية. يتقن العربية يتقن الاستدلال، وبالتالي يتقن ترجمة هذا الاستدلال على أرض الواقع. طيب، يستدلوا بحديث أن واحد من الصحابة جاء وقال أنا سأذهب إلى الجبال، عبد الله بن عامر الجهني، ترك المدينة وراح إلى الجبال، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل. هذا منهج مش صحيح، لا تفعل. لكن في واحد كان شرير. ايش يعني شرير؟ احنا نرى في المجتمعات في ناس زعران. ايش الازعر يعني؟ يعني ما بيخلي حدا من شره. فشو قال له النبي؟ قال له الزم بيتك احسن لك. قالوا هاي النبي قال له الزم بيتك، هذا دواء لمريض. يعرف النبي بنبوته بأن هذا الرجل عدم اختلاطه بالمجتمع اسلم للمجتمع. شرير ما بيخلي حدا من شره، لا خليك في بيتك الله يسهل عليك. لكن مقصد الاسلام، مقصد الدعوه، لا نخالط الناس ونعيش في المجتمعات. وانا بتكلم عن جاليتنا هون، ما تعتز للمجتمع اللي انتم بتعيشوا فيه. اختلط في السيستم، في النظام، في المجتمع، في الانتخابات، في الاحزاب، في العمل السياسي، في العمل الاقتصادي، في العمل الاعلامي، لانه هذا لابد ان يكون حتى نكون ذو وزن في هذا البلد. لابد ان نختلط، وحقيقة أولادنا الفرصة لهم أكبر إن شاء الله، لأنهم يختلفوا عنا. إحنا جايين ومعنا لسه مفتاح الدار اللي جينا من هناك. أنا راجع، كل واحد يقول لك أنا راجع. لا، لابد أن يكون لنا وجود إيجابي حتى ينظر لك بالبنان أنك ذو قيمة مجتمعية. من الذين ورد في التاريخ أنهم كانوا يعتزلون أو فضلوا الاعتزال، هؤلاء أشخاص لهم فلسفة. أعطيك مثال واحد حتى الوقت ما يدركني. في واحد اسمه ابن سيرين. ابن سيرين مشهور، يمكن قرأت له كتاب تفسير الأحلام. ابن سيرين رجل يعرف ما يقول. لما كانوا هؤلاء الجهابذة يتكلموا بشيء عندهم فلسفة، فبيقول مرة سألت رجل كيف حالك؟ بيقول رحت سألت السلام عليكم كيف الحال؟ فأجابه الرجل وما حال من كان عليه 500 درهم دين وهو معين عنده عيال. يعني شو هالحال اللي أجاوبك عليه؟ مديون. فابن سيرين إنسان يعرف ما معنى أن تقول لإنسان كيف الحال ويقول لك أني بحاجة ويستطيع أن يساعد ولا يساعد، مش ممكن. قال فذهب إلى بيته وكان عنده 1000 درهم. كم الدين؟ 500. أخذ 1000 وأعطاه الرجل، قال هذه 1000 درهم، 500 لدينك و500 تنفقها عليك وعلى عيالك. وابن سيرين راجع يقول والله لن أسأل أحد بعد هذا عن حالي. ليش بديش أسأل؟ لأنه إن سألت ولم أعن كنت منافقا.
راحوا الجماعة استدلوا بها القصة، قال هاي شوفوا اعتزل المجتمع. هو قال لك أنا اعتزلت؟ ما قال اعتزلت، قال أنا مش حسأل لأنه مفلس. ابن سيرين كل ما يملك أعطاه لمين؟ للي سأله. فقال مش أسأل حدا لأنه مش معقول. إما إني بدي أسأل أكون رجل أحتاج أساعد، أو إني بسأل حتى ما أوقع في الحرج. هذا ليس دليل على أنه لا. المجتمع ضال كافر بدي أعتزل المجتمع وحتى ما أقولش كيف حالها. لا يا إخوة، لا يا إخوة، هذا الاستدلال استدلال حقيقة مضحك بهذه القصة. والقصص كثيرة. الأقران يعني اللي في نفس المستوى العلمي أو مستوى العمر أحيانا، أو أقران في نفس الصنعة، يعني هذا بيع نفس اللي هذا بيعه، بينهم مزح، بينهم مزح وبينهم مداعبات. يعني الإمام الشافعي مريض مرة، مريض، فبيجي واحد يزوره، فالزائر بدأ يتكلم، والله ابن عمي كان عنده نفس المرض وعاش 3 أيام، ابن عم كان نفس عاش 4 أيام. الإمام الشافعي أنت جاي تزورني ولا جاي تهد معنوياتي؟ شو قال له؟ قال له يلا السلام عليكم بجيك بكرة. قال له لا تجيش، جزاك الله خير ولا تعد. قالوا هاي اعتزل الناس. أدلة واهية متواهية. لا يا إخوة، نحن عندما نستدل بأدلة نذهب إلى كلام الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة، إيش البصيرة؟ علم ومعرفة. أنا ومن اتبعني، أنا رسول ومن اتبعني، كلياتنا أصحاب دعوة وأصحاب اختلاط بالمجتمعات، ولازم يكون لنا علاقات، ولازم يكون لنا وجود وبناء. أما إن والله إذا أنا مش عاجبني المجتمع أحمل سلاح وبلش أطخطخ في الناس وأطخطخ في الشرطة وأطخطخ في العالم، وأظن أنني بهذا أحمي حمى الدين، هذا لوثة فكرية، هذه لوثة فكرية. طيب شو حققت؟ يعني شو حققت؟ شو عملت؟ قتلت نفسك وقتلت الناس، تسببت في قتلك وقتل الآخرين. إذا ذهبت هناك فتنة. الناس عندما تشعر بالمظلومية تبدأ تعزل نفسها عن المجتمع عقائدياً، وبصير يعتقد أن المجتمع كله فراعنة، وبالتالي يستبيح ماذا؟ يستبيح الدم. وإذا استباح الدم خلاص انتهى. لذلك رأيي في هذا يا إخوة من خلال هذه القصة، قصة الاعتزال واعتزال المجتمعات، التعليم. نحن لابد أن ننشر العلم. العلم المبني على أسس منهجية مجتمعية متفق عليها، اللغة العربية، مش أفهام البعض المغمور اللي لا إله شيوخ ولا إله تلاميذ ولا معروف من أي جامعة تخرج وبيسمي حاله مسميات. لا يا إخوة، النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، هو معلمنا، هو أستاذنا. لم يعتزل المجتمع في مكة، بالعكس كان دائم بحركة والعمل، ويستثمر مواسم الحج ليتكلم مع الناس، وكان يخرج يتكلم مع المجتمعات، وزوج بنتي لابن عمه، أولاد أبو لهب، 2 كانوا خاطبين مين؟ بنات النبي التنتين، تعلمون هذا. إذن المجتمع لابدك تختلف للمجتمع، ولكن إياك أن تذوب. في فرق بين الاختلاط في المجتمع وبين الذوبان في المجتمع. لا، انت إلك ثقافتك، إلك دينك، إلك لغتك، إلك تاريخك، ممتاز، تحافظ على كينونتك، ولكن تختلط دون ذوبان. حقيقة نحن في المجتمع الأمريكي هنا كلنا مختلطون، والكل على فكرة يحافظ على هويته شاء أم أبى. ولو انت بدك تذوب نفسك ما حيقبلك الطرف الآخر، معروف، والأمثلة كثيرة. مجرد ما يسمع احيانا اسمك بصير الوجوه تختلف الالوان. هذا حقيقه، هذا واقع، تعامل معاه بايجابيه، ما في مشكله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول انا يعني من بني هاشم، كان يفخر بقبيلته لكن ما يظلم الطرف الاخر. اذا يا اخوه، ايضا يستدلوا انه بعض الصحابه والتابعين كان يقول لا تكثر معارفك، لا تكثر المعارف، يعني قلل المعارف قدر الإمكان. هؤلاء لهم فلسفة في هذا حقيقة. وأيضا في شيء اسمه بيئة الكلام، يعني لما يقول ما تكثر معارفك، إيش بيئة الموضوع؟ لماذا قال هذا؟
وهل كلامه حجة على كل المجتمعات في كل الأزمنة؟ طبعا غير صحيح. يعني واحد يقول من التابعين: لا تكثر المعارف لأنه إن كان يوم القيامة فضيحة، إذا في فضيحة يوم القيامة، ما كان وضعك منيح يوم القيامة، معارفك بيكونوا قليلين اللي بيعرفوك اللي بتنفضح أمامه. شو كيف فلسفته؟ هذا فلسفة الإنسان، قلل المعارف قلل الفضيحة. منهج فك فكرة. لكن هل هذا حجة على المسلمين اليوم؟ قطعا لا، قطعا لا. إذا يا إخوة، هذا واضح. الآن الموضوع الآخر اللي يمكن فهموه غلط بعض الناس وبعض الجماعات، في شيء اسمه أن تأخذ بريك، العزلة، بمعنى أن تعتزل المجتمع، ليس لأنك محارب للمجتمع، وإنما أن تأخذ قيلولة مع نفسك، تأخذ إجازة مع نفسك، ترى نفسك، تقيم وضعك الداخلي. يعني سيدنا عمر شو بيقول؟ بيقول: خذوا حظكم من العزلة. ايش العزلة؟ يعني تعرف ديدن الحياة وروتين الحياة احيانا بقتل ايش؟ بقتل الداخل فيك. فمحاجة الانسان كل شهرين ثلاث اربعة يخذ له يوم اجازة، يقعد على شط البحر، جاكوب يوسف، يحاول ريكالكوليت، يعيد حساباته مع نفسه، يقرأ الداخل. هذا بحاجته احنا يا اخوة. وقف، عيد حساباتك، ابعد عن الشغل، ابعد عن كل شيء. وهذا بصير احنا الفاكيشن، ما كانوش ياخذوا هالفاكيشن. احنا نقول، كانوا يقولوا: خذوا حظك من العزله، اعتزل الزوجه والاولاد واقعد لحالك. حقيقه لها اهميه كبيره هذه القضيه، تعمل ريفرشمنت، اعاده انتعاش داخلي، اعاده حساباتك مع نفسك. يا ترى انا شو اسوي؟ معقول انا صح مش صح؟ شو حساباتي؟ شو بعمل؟ طب شو انا علي؟ شو معي؟ اجلس مع نفسك. هذه العزله التي قصدوها، وليس اعتزال المجتمع اعتزالا في هجر، في حرابه او محاربه. ايضا الامام الحسن البصري له مقوله، وايضا قد تكون فهمت خطا، بيقول: قنع ابن ادم فاستغنى. عم بيعلمنا حكم القناعه تؤدي الى ماذا؟ الاستغناء. كلام جميل. اعتزل الناس فسلم. ايش معنى كلام اعتزل الناس فسلم؟ يعني الناس اللي كثرت القيل والقال والكلام اللي ما له داعي؟ لا، ربنا هذا ذكره في القران: واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا المقصود، اعتزل فسلم، سلم من كلام الناس. لانه والله يا اخوه، غالبا غالبا الناس انك ترضيهم مستحيله. يعني بتعزمهم على منازل وبياكلوا وبيشربوا وبس يخلصوا، شو بيطلع يقولوا؟ والله اللحمه مش مستويه، والرز ما بعرف شو. الناس بتقول، فلقله الانتقادات اعتزل فسلم. بيقول ايضا: ترك الشهوات فصار حرا. كلام رائع موزون، ترك الشهوه، لانه الانسان عبد شهوته. اذا انت بتحارب الشهوه تصبح حر. كلام رائع وجميل وموزون. ويقول: ترك الحسد فظهرت مروءته. اللي ما بيحسد بيكون عنده مروءه، شهامه، ما بيطلع الى ما في ايدي الناس. ثم يقول: صبر قليلا فتمتع طويلا. هذا الكلام كلام في منتهى الروعه، وليس له علاقة بما يعتقد هؤلاء الناس. أيضا يستدل بكلام وهيب بن الورد من التابعين، بيقول: الحكمة عشرة أجزاء. الحكمة عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت، والعاشرة في عزلة الناس. هذا كلام أيضا فلسفي، فلسفي، ليس معناه أن نخرج على المجتمعات لعمتي وخالتي ولعمتي ومنخالتي بالسلاح وبالمحاربة وبالعزلة. نحن لا نأخذ عقيدتنا ولا نأخذ حلالنا وحرامنا من كلام الناس، نأخذهم من كلام الله سبحانه وتعالى ومن تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما يا إخوة، لكل مقولة بيئة، لكل مقولة بيئة. إيش البيئة؟ يعني إيش الموضوع؟ شو اللي صار حتى قيل ما قيل؟ بيكون في بيئة. الناس أحياناً تأخذ النص بمعزل عن بيئته وظروفه، ما بيصير، ما بيجوزش. لازم تأخذ السياق كامل، السياق كامل. أعطيك مثال بسيط، مثال بسيط. بعد معركة أحد، تعلمون ما حصل بين خالد وبين الصحابة وكيف، فالنبي كان مصاب،
أصيب ونزف الصحابة كلهم معظمهم من المصابين. فتم استدعاء الجيش المسلم إلى حمراء الأزرق، منطقة بين مكة والمدينة. فبعض الصحابة يقول طب لماذا إحنا الوضع؟ فقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأشار بيده إلى من؟ أي ناس؟ مكة. بيجوا بعض الناس يقول لك هاي النبي بده يقاتل الناس، معناته هاي منهج الإسلام، إما بتقاتل الناس بتصير زيك، إما بتسلم أو بتقاتلهم. مين قال لك الكلام هذا؟ وهاي هذا انتحار اسمه. هل إحنا بمقدورنا أن نقاتل كل البشر؟ معقول هذا منهج نبوي؟ لا، هو لما أنت تدرس بيئة النص أشار إلى الناس. بيئة النص أي ناس؟ طيب بدك دليل من القرآن؟ بدي دليل من القرآن، بعطيك دليل من القرآن على نفس الآية. موضوع أحد، قافلة تأتي من مكة باتجاه المدينة، قافلة كم بيكون في القافلة عددها؟ 10؟ بدي أقول 100، يعني أفترض 100 شخص. ربنا بيعبر عن الحوار اللي صار بين هاي القافلة وبين الصحابة، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أي ناس؟ أي ناس اللي ربنا بتكلمهم؟ الناس، القافلة سماها ناس. إن الناس قد جمعوا لكم، مين؟ مكة عم تجمع لكم. هاي دليل من القرآن إنه أحيانا، وهذا اللي بنسميه إحنا المجاز في اللغة، مش أنا بدي أقاتل كل البشر أو بصير مسلمين، تفضل قاتل أشوف مين حي مين حي. طب وين ذهبنا بآية البقرة؟ لا إكراه في الدين. إحنا يا إخوة عندنا الحمد لله عقول تزن أمم، والقرآن منهج قويم. هذه اللوثات الفكرية الموجودة اليوم في مجتمعاتنا، وللأسف اللي بروحوا فيها أبرياء، يعني أنا متأكد اللي قتلوا في إربد هم ناس شوهت ولوثت عقولهم من هؤلاء الناس المرضى، وضحكوا عليه مظلومية ومش مظلومية والدين وحماية الدين والإسلام. وشوف بصير المجتمع كله أسود في ذهنه، كلهم فراعنة، كلهم بدهم زي أبو جهل، وبالتالي هو خالد الوليد، هو صلاح الدين. بصير هذا على فكرة، بصير عندنا أنت تخيلات، تتخيل إني أنا الآن حامي حمى الإسلام، إذا ما فهمت بهذا العمل معناته أنا على النار، مسكين ضيع وضيع أبنائه وضيع بسبب ماذا؟ اللوثة الفكرية. لا، اذهب خذ شهادات، تعلم، ابدع، انتج، كن نموذج، احكي اللي بدك إياه، خليك نموذج للناس. أما الإفلاس يؤدي إلى الهلاك. نصلى يا إخوة لنا ولكل مجتمعاتنا أن نتعلم وأن نرتقي بهذا العلم، وأن نكون كما يرضي الله عز وجل ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قلت وأعيد وأكرر، لابد أن نقبل الواقع الذي نحن به كما هو، أو يكون عندنا القدرة على تغييره تغييرا سلميا، تغييرا مجتمعيا طبيعيا. أما التغيير بالقوة فعصره قديمتها. اللهم إنا نسألك أن نكون ممن يقولون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفروه وادعوه، وأنتم موقنون بالإجابة.